بسم الله. بصوا بقى، اي ويب سايت سيادتك هتفتحه ده كده ويب سايت. اللي بيعمل اي ويب سايت اما ان هو يعمله حاجه اسمها HTTP ويب سايت، او النوع الثاني HTTP اس ويب سايت. لو الويب سايت بتاعك HTTP، انت لو قاعد على احد الاجهزه اهو وحبيت تفتحه، يبقى مش هيبقى فيه شغل ولا كونفيدنشياليتي ولا انتجريتي ولا اوثنتيكيشن ولا انتي ايه ولا انتي ريبورت، مفيش الكلام ده خالص، تمام؟ فانت عرضه طبعا تتعرض لمخاطر كتير لو انت بتفتح ويب سايت من نوع HTTP. الداتا اللي طالعه من عندك وهيحاولوا يشوفوها مشفره، لو حد سرقها هيفهم كل محتواها وهكذا. لكن لو سيادتك فتحت HTTPS سايت، يبقى هيبقى فيه بقى شغل ايه؟ عن طريق ايه؟ ال HTTPS سايت ده بيبقى محتاج حاجه اسمها ايه؟ سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي يا اما يبقى ده ويب سايت الناس كلها بتفتحه على مستوى العالم، فالراجل ده ساعتها يجيب السيرتيفيكت بتاعته منين؟ من تراستد سي اي. يا اما يبقى موقع انت عامله جوه الشركه كده للموظفين يفتحوه، بس برضه عايز تديله شويه سكيورتي، فساعتها تعمل ايه بقى؟ ساين سيرتيفيكت. تقول للجهاز اللي عليه الابلكيشن ده انت اعمل سيرتيفيكت عشان شغل السي اي ايه. بس هنا مش هيبقى فيه شغل ايه بقى؟ اوثنتيكيشن. مفيش حاجه تضمن ان الموقع اللي انا فاتحه ده هو فعلا الموقع الحقيقي بتاع الايه؟ بتاع الشركه، لان هنا السيرتيفيكت دي اصلا مجهوله المصدر. تمام كده؟ طيب لما انت بتيجي تبني ويب سايت انت بمزاجك. في ناس لما بتيجي تبني ويب سايت بتظبطه ما هوش اتش تي بس، ما فيهوش اتش تي بس. زي ايه كده؟ في مواقع اخباريه ومواقع رياضيه مش محتاج يعني انت الشغل. انت لو فاتح موقع اخبار والداتا اللي ما بينك وما بينه اتسرقت، ايه المشكله؟ عارف ده مجرد حاجه. ان لو موقع بنك مثلا او موقع بتكتب فيه يوزر وباسورد وهكذا، يبقى لازم يكون فيه سكيورتي عاليه. اللي بيعمل موقع بقى اما يعملوا اتش تي تي بي او يعملوا اتش تي تي بي اس او يعملوا الاثنين، وانت تنقي بمزاجك الطريقه اللي انت عايز تستخدمها. انقي بمزاجي ازاي؟ لو انا فتحت البراوزر وكتبت اسم الموقع وسكت دبليو 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 وكملت ودوست انتر كده، حضرتك الموقع ده هيشتغل اتش تي تي بي. لو انت زودت قبل ما تكتب اسم الموقع بايديك اتش تي تي بي اس كولون سلاش سلاش، بص زود انت بايديك وبعدين دبليو 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 اسم الموقع، يبقى انت كده عايز تفتح الموقع ده اتش تي تي بي اس. في بقى ناس بيعملوا سيرفرات ايه؟ يبقى مشغلها اتش تي تي بي ومشغلها اتش تي تي بي اس. لكن سيادتك لو جيت تتكلم مع اتش تي تي بي، يقوم جاي هو عامل لك ري دايركت، يحولك يقول لك لا معلش خلينا نتكلم مع بعض ايه؟ زي ايه كده؟ موقع فيس. انت كل اللي بتعمله لما بتفتح البراوزر تكتب www.facebook.com، هل انت بتزود قبلها اتش تي تي بي اس؟ لا، تلاقيها ايه بقى؟ اول ما تدوس انتر اتحطت لوحدها. اتحطت ازاي؟ هو في حقيقه الامر الريكوست طلع من عندك اتش تي تي بي الاول وراح للموقع اتش تي تي بي، وبعدين ده عمل لك ريدايركت من بي ليها لبي اس، وبالتالي اتحولت عندك بي اس. لكن في الاصل طلعت من عندك ايه الاول؟ اتش تي تي بي. مين اللي عمل لك التحويله دي؟ الموقع نفسه. لو انت من الاصل كنت عايز تعمل التحويله لنفسك كنت تكتب انت بايديك ايه؟ وده على فكره الافضل. الافضل ان انت تكتب انت بايديك اتش تي تي بي اس. لان في بقى حد ممكن يعمل ايه؟ انا ممكن العب لك في جهازك واخليك لما تفتح البراوزر تكتب www.facebook.com، يقوم جاي فاتح لك طبعا كده شغال ايه؟ اتش تي بي ولا اس؟ اتش تي بي، صح كده؟ ويفتح لك موقع مزيف انا عامله، والموقع المزيف انا عامله ده، الموقع المزيف ده ما بيحولكش الاس. يكمل معاك كده وياخد منك نت على يكمل عادي كده، تمام؟ هو ده اللي انا الموقع اللي انا عامله. بص
لما احنا جينا هنا اهو وكتبت وراح فين بقى اهو 192.168. طبعا سواء الاي بي بتاع الموقع او اس، انا هنا ما قلتلوش اس، وبالتالي انا كده شغال اتش تي تي بي كده الترافيك اللي ما بيني وما بين ايه، ومفيش سكيورتي. طيب لو انا زودت بايديا الموقع اللي انا عامله ده، انا مظبطه ما عندوش مانع يشتغل اتش تي تي بي ماشي، يشتغل اتش تي تي بي اس ماشي، اتش تي بي اس بس جايب لي ايه بقى؟ في مشكله في الايه؟ في السيرتيفيكت. انت بقى لازم تتاكد اي موقع ايا كان، مثال على كده الفيس، لو عايز اثبات ان ده موقع الفيس الحقيقي لازم تتاكد ان مكتوب هنا ايه؟ اتش تي بي اس، وان مفيش مشكله في الايه؟ في السيرتيفيكت، وان هي طالعه من ايه؟ من دي جي سيرت او من تراستد سي اي. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى احنا كده خلصنا من الاجنده، عرفنا يعني ايه اتش تي تي بي و اتش بي اس سايت. في حاجه مشهوره كلنا بنستخدمها لا غنى عنها، اللي هي ايه؟ الار اي بي. ما انت اللي بتحدد بقى، هوريك دلوقتي اهو ازاي انا احدد اشتغل ليس ولا مور، واعرف ازاي وهكذا. بص هنفترض جهازي او خليني اشتغل على جهاز هنا اهو، ده جهاز عليه ويندوز 7 مثلا، انا عايز وانا قاعد باشا ادخل على الجهاز ده، يبقى لازم الجهاز ده اشغل عليه ايه؟ بروبرتيز ريموت سيتنج. الريموت ديسكتوب باي ديفولت مش شغال، يعني مش مسموح حد يدخل على هذا الجهاز. هشغله يا ليس سكيور يا شغله ها مور سكيور، تمام؟ يا ريت تعلم على ده مور سكيور، وبعدين اقول له ابلاي. كده الجهاز ده انا شغلت عليه الخدمه اللي تخلي الناس تدخل عليه، بس الخدمه دي اصلا ما بتشتغلش الا اذا كان الجهاز معمول له باسورد. لو انت سايب الويندوز كده بيفتح من غير باسورد، لا ما ينفعش الخدمه دي تشتغل معانا، فانا هعمل لها باسورد اي حاجه بس اتست بيها. في الحالتين
الجهاز ده بقى بص دلوقتي انا عايز ادخل على الجهاز ده اسمه ايه؟ الجهاز ده انا مسميه كلاينت 3. بص بقى، وانا قاعد باشا على، ايوه على الجهاز ده، اعمل ايه بقى؟ ده جهاز تاني خالص، خلي بالكم. هفتح كده الستارت مينيو، واكيد طبعا انتوا استخدمتوا الريموت ديسكتوب ده كتير قبل كده، عدى عليكم ولا ما عداش عليكم؟ او ريموت ديسكتوب اكتب ايه؟ اكتب اي بي الجهاز اللي انا عايز ادخل عليه، او اسم الجهاز اللي انا عايز ادخل عليه اللي هو كلاينت كام؟ كلاينت 3. انتر، هيبدا يربطني بكلاينت 3. طبعا انا وانا بظبط له الكونفيجريشن على كلاينت 3 ده، يا عم خلاص بقى انت تعالى على اليمين كده، وانا بظبط الكونفيجريشن لكلاينت 3 ده اخترتها ايه؟ اخترتها مور سكيور، صح كده؟ المفترض بقى دلوقتي ده يخش مور سكيور، بس اتاكد ان الجهازين دول بيعرفوا يوصلوا لبعض. ده في ان كون، اهو طلب مني ايه؟ يوزر وباسورد ال ادمن وزيرو زيرو. هيبدا ابص سكيورنج ريموت كونكشن. وهتلاقيه بيغيب شويه، وده عيب الطريقه اللي هي المور ايه. وبص بيقول لي ايه، استلم سيرتيفيكت من الجهاز اللي انت عايز تدخل عليه. السيرتيفيكت دي خلي بالك بالنسبه لك انت مش تراستد، لان السيرتيفيكت دي مش طالعه من سي اي سيرفر، ده السيرتيفيكت دي الراجل ده هو اللي عامل لها جنريت عشان يامن الاتصال ما بيني وما بينه. هقول له بص وريني كده السيرتيفيكت ديت، بص اسمها ايه السيرتيفيكت حتى، كلاينت 3. لو انت عايز تتفرج عليها اتفرج عليها، طبعا دي هيبقى فيها البابليك كي اللي هشفر بيه الداتا قبل ما ابعتها للجهاز اللي انا عايز ادخل عليه. اي بص ايشود باي كلايد 3، مش ايشود باي دي جي سيرت بقى ولا اي حاجه من دي. واقوم جاي قايل له هنا ايه؟ يس. بس انا دلوقتي هخش على الجهاز اللي عليه ويندوز 7. بص هقول لك دلوقتي، واخد ايه؟ لا ملهاش علاقه. بص دخلت انا على ويندوز 7، بص بقى هعمل ايه دلوقتي، هطلع. لو انا كنت خليتها ارجع تاني بقى كده، لو انا كنت علمت على ده بروبرتيز ريموت سيتنج ليس كيو، هل كده لو انا دخلت من 10 هيخش بالليس كيو؟ الاجابه لا، هيخش بالمور سكيور برضه. امال ايه لازمه الاوبشن ده؟ ليس سكيور معناها ان انا ما عنديش مانع اشتغل ليس سكيور، مور سكيور يعني انا مش هقبل غير الايه؟ المور سكيور. هنا ما عنديش مانع اشتغل ليس. طب بص بقى، لو انا علمت على الاوبشن ده وجيت اخش من جهاز عليه ويندوز اكس بي، اكس بي للاسف ما بيفهمش الطريقه المور سكيور، فلو جيت اخش من اكس بي على ويندوز 7 هيخش بالطريقه الايه بقى؟ الليس سكيور. لكن لو انا جيت هنا قلت له لا يا حبيبي ما تقبلش الا ها المور سكيور، عارف كده انا عملت ايه؟ انا كده لو حبيت اخش من 7 على الجهاز ده، من اكس بي على الجهاز ده، مش هينفع. يعني انت لو اشتغلت بالطريقه المور، نرجع بقى للكاميرا، لو اشتغلت بالطريقه المور سكيور يبقى لازم الجهاز اللي تدخل منه يبقى عليه ويندوز 7 وانت ايه؟ وانت طالع. لكن لو انت قلت ما عنديش مانع ها اشتغل ليس سكيور، ساعتها ممكن ده يبقى ايه؟ لو ده اكس بي يشتغل بايه؟ بالليس سكيور. لكن لو 7 يشتغل بايه؟ معايا ولا ايه؟ فانت الافضل ايه؟ انت عايز الدنيا تبقى سكيورتي عاليه، اختار مور سكيور عشان اجبر اللي داخل ان هو يشتغل مور سكيور حتى
معاك قوي خليك في ايه؟ خليك في الاس. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ نفس الكلام ينطبق على الار تي في. نفس الكلام ينطبق على حاجه اسمها تلنت. مثلا اهو اشتغلته قبل كده على الباكت تريسر. الباكت تريسر ده برنامج سيسكو عاملاه عشان تتدرب على اجهزتها. الناس اللي واخده سي سي ان اي وان بي من زمان قوي ما عداش عليها البرنامج ده. برنامج رائع جدا بس ده يعني شغال ليفل الان اي. ليفل الان بي بنحتاج برنامج تاني اسمه جي ان اس 3 سيميوليشن. اه بص ده راوتر سيسكو اهو. الراوتر ده انا مثلا هوصله بسويتش اهو، وادي جهاز كمبيوتر انا هقعد عليه اهو. اوصل الدنيا بكاب، شايف الدنيا بسيطه وسهله ازاي. هاجي على الراوتر ده، الفتحه دي باي ديفولت مقفوله فيه. طبعا كل الشغل هنا بكوماندات. طبعا انا المفترض لو شاري الراوتر ده جديد اوصل كابل ايه بقى؟ ادي كابل الكونسول اهو. كابل الكونسول واقوم جاي داخل. انا كده جوه الراوتر. اقول له انيبل كونف دي انترفيس اف 0 على 0. انا كده دخلت على الفتحه دي. نو شوت داون. انا كده شغلتها، هي اخضرت اهي. وبعدين اديها اي بي بقى، اي بي ادرس سي مثلا 10.0.0. اي بي ادرس 10.0.0.1. الماسك بقى 255.0.0.0. تمام كده بقى اي بي الفاتحه دي اهو 10.0.0.1. طب الجهاز ده بقى هديله مثلا 10.0.0.2. تيجي اجرب دلوقتي من ده ابنج على 10.1 عشان اتست بس في اتصال ما بيني ولا لا. بنج 10.0.0.1 في اتصال ما بيني وما بينه. انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا مش هفضل طول حياتي شغال بالكونسول، انا عايز اشتغل تلنت. فهشغل هنا التلنت. التلنت اشغله ازاي؟ اقول له هنا ايه؟ لاين. اطلع بس الاول. لاين في تي واي
زيرو. الرقم ده بعمل فيه ايه؟ بحدد عدد الناس اللي مسموح لها تعمل تلنت في نفس الوقت مع بعض من 0 ل 15، يعني كده مسموح ل 16 واحد يتلنتوا على الراوتر في نفس الوقت. ها وبقول له ايه بقى؟ واقول له لوجن. بص ايه بقى كل ده، انا بجهز للاس اس اتش. لوجن لوكال. لوجن لوكال معناها ان اللي يحاول يا راوتر يخش عليك بالتلنت اطلب منه لوكال يوزر اند باسورد. واقوم جاي قايل له ايه هنا بقى كده؟ انت عدى عليك الكوماندات دي قبل كده ولا اول مره؟ الكلام ده كله بتاخده في كورس اسمه سي سي ان ايه راوتنج اند سويتشنج. هقول له ايه بقى؟ يوزر زي مثلا ام كامل، باسورد مثلا سيسكو. تمام. لو انا بقى قاعد هنا دلوقتي باشا على جهازي ده وعايز ادخل على الراوتر اللي هو ممكن يكون في مبنى تاني اصلا، اقوم جاي كاتب ايه بقى؟ اقوم جاي كاتب تل نت، واقوم جاي كاتب 10 0 0 كام؟ 1. انتر. يطلب مني اليوزر باسورد، اقول له ام كامل انتر. الباسورد ايه؟ سيسكو. بس عارف لو دخلت كده على الراوتر، عارف لو دول اتسرقوا في السكه وانت طالع، ده مثلا حد هنا قدر ان هو يسرقهم بالسلامه كده، واي كونفيجريشن سيادتك هتكتبها بالسلامه. فمحتاج اعمل ايه؟ كل اللي اعمله ان انا اجي على ده اخليه يعمل جنريت لايه؟ لسيرتيفيكت. ما هو الفرق ما بين التلنت والاس اس اتش ان ده بيستخدم سيرتيفيكت وده ما بيحتاجش ايه؟ هو سبورت في ابص كوماند هكتبه، ثلاث كوماندات بالظبط ورا بعض كده هكتبهم. طبعا ده في كورس السي سي ان اي، حتى انا هخش هنا على كورس السي سي ان اي اللي انا بديه ده واخش على سيسكو ديفايسز. انا عايز تحديدا الجزئيه الخاصه بالاس اس اتش، تلنت والاس اس اتش. بص ثلاث كوماندات هكتبهم. يا راوتر انا عايزك تجنريت سيرتيفيكت. طب السيرتيفيكت دي مش هيبقى فيها بابليك كي وبرايفت كي؟ الكي ده هيبقى ليه حجم صح كده؟ فبقول له بص خليه حجمه الفا. طبعا كل ما تزود حجم الكي ده كل ما يبقى التشفير ايه؟ اقوى. وبتحط اي نيم يعجبك، ده هيبقى اسم للسيرتيفيكت اللي هيتعمل لها ايه؟ جنريت. فانا حطيت كامل دوت كوم، بس هكتب الثلاث كوماندات دول فقط. كوبي جاي على الراوتر ده اهو كاتبهم انتر. هو بس هنا بص، هو هنا لما انا جيت اشغل الجنريت سيرتيفيكت قال لي لو سمحت غير اسم الجهاز. هو ما بيقبلش ان هو جنريت سيرتيفيكت وانت سايب اسم الجهاز على الديفولت، لان اسم الجهاز ده بيخش من ضمن البيانات اللي بتتحط في اسم السيرتيفيكت اللي هيتعمل لها ايه؟ جنريت. فبسيطه هقول له كونف تي سي. لو انا عندي 10 راوترات فانا هقول ده اسمك هيبقى ار 1 مثلا، وبعدين رص الثلاث كوماندات اللي احنا كده. عمل ايه؟ عمل جنريت لسيرتيفيكت. وايه كمان اشتغل معانا؟ الاس اس اتش. دلوقتي بقى حضرتك لو جيت على الجهاز ده بدل ما تكتب، اطلع بقى كده، بدل ما تكتب تل نت 10001 لا تكتب ايه بقى؟ بص اس اس اتش ماينس ال ام كامل. مش ده اسم اليوزر اللي انا 10001؟ هيقول لي طب اديني الباسورد، هقول له الباسورد سيسكو. دخلت على الراوتر، بس ما تقلقش كل حاجه ايه؟ كل حاجه مشفره. على فكره الكوماند ده والكوماند ده ده كده شغل لاب. في الحقيقه في برنامج زي البرنامج ده، البرنامج ده اسمه بوتي او باتي. بفتحه واكتب هنا اي بي الراوتر اللي انا عايز ادخل عليه. سوري، اكتب هنا اي بي الراوتر انا عايز ادخل عليه 10001. شوف عايز تخش تلنت علم على تلنت، عايز تخش اس اس اتش علم على اس اس اتش. اول ما تقول له اوبن يقوم جاي مسلمك نسخه من ايه؟ السيرتيفيكت، وتدخل اليوزر والباسورد، دخلك على الجهاز والدنيا تبقى سكيور. تمام. الكوماندات اللي انا كتبتها هنا دي شغل تيست كده في اللابات، لكن في الحقيقه تستخدم برنامج زي الايه اللي انتوا بتستخدموه عندكم ايه عشان تخشوا تلنت؟ كوماند برضو. طيب بس متشغله على ويندوز ايه اللي بتخش منه؟
طيب 7 7 و8 وانت طالع باي ديفولت لو فتحت السي ام دي وكتبت تيلنت وكتبت اي بي ودوست انتر هيقول لك اسف الكوماند ده انا مش فاهم منه حاجه. من اول 7 وانت طالع مايكروسوفت لغت كوماند التيلنت ده من السي ام دي. لازم عشان يشتغل تخش في الكنترول بانل تشغل الخدمه. يعني بص اوريك ده مثلا 7 اهو، افتح كده في الرن سي ام دي واكتب هنا كده تيل نت. بص بيقول لك ايه، انا مش فاهم ايه الكوماند اللي انت كاتبه، لازم تعمل ايه، والكلام ده شرحه في 8 و10. لازم تخش في بروجرامز اند فيتشرز وتقول له تيرن ويندوز فيتشر اون اوف، وهتلاقي هنا خدمه التلت كلاينت، تعلم عليها صح وجرب بعد كده بعد ما يخلص تحميل اكتب امر تلت هتلاقيه اشتغل معاك. لكن في اكس بي شغال باي ديفولت. يعني ده اكس بي اهو، افتح الران سي ام دي لو كتبت تل نت اشتغل معايا. لكن ممكن تريح انت دماغك من القصه دي تماما لو استخدمت برنامج زي ايه، زي ده، تعلم على تلنت، تعلم على اس اس اتش، ملوش علاقه بقى بالويندوز خالص. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده البورت الديفولت، التلنت ب 23 والاس اس اتش ب 22، تمام كده. طيب نرجع للاجنده بتاعتنا، احنا كده خلصنا التلنت والاس اس اتش، ها نكمل ولا نبدا بقى ان شاء الله في الجزء اللي هو. طب بص الحته الصغنططه دي بس خلاص في دقيقتين بالظبط، والمره الجايه نبدا بالجزء ده. ايه ديت؟ لو انا مثلا عندي، يعني مثلا اعطيكم انا في الماتيريال تولز، شويه تولز اهي، خش على الماتيريال بتاعه افتح كده تولز. في مثلا برنامج مشهور قوي بنحتاجه في الواقع العمل اسمه واير شارك. هو ايه اللي يضمن لي ان ده برنامج واير شارك الحقيقي مش نسخه ملعوب فيها؟ يعني كنا نتاكد ان الموقع اللي انا بفتحه هو الموقع الحقيقي مش موقع مزيف. طب ايه اللي يضمن لي بقى البرنامج اللي انا نزلته من النت مش ممكن يكون واحد اخده وعدل وحط فيه حاجات بحيث ان انت لما تسطبه عندك يخرب لك حاجه في الويندوز او يزرع لك حاجه في الويندوز تمكنه هو ان هو يخترق جهازك، صح كده؟ قال لك خلاص بص اقف على البرنامج ده، رايت كليك عليه بروبرتيز، تلاقي حاجه اسمها ايه بقى، سيجنتشر، ديجيتال سيجنتشر. ايه الديجيتال سيجنتشر؟ الشركه اللي عملت البرنامج ده بعد ما عملته قامت جايه عامله له، اديته مثلا دي جي سيرت ولا فيري ساين، قام جاي حاطط الايه؟ السيجنتشر بتاعته حطها عليه. وبالتالي انا لما اجي اجيب البروبرتيز بتاعته والاقيه مختوم بختم مين بقى؟ تعالى نجيب الديتيلز. ختم مين؟ هيجيب لك ان هو سايند باي، او حتى بيقول لك ايه؟ الديجيتال از ايه؟ ها؟ از اوكي. هاب بقى الفيو سايند باي ايه؟ دي جي سيرت. ما هو لو كان في شخص ما لعب في البرنامج ده لما كنت هفتح السيجنتشر دي هلاقيها انفاليد بايظه. ده يضمن لي ان البرنامج ده زي ما هو كان موجود في الموقع الحقيقي زي ما هو موجود عندي وما اتلعبش فيه ولا حد عدل فيه اي حاجه، تمام؟ فانا كده بقى ميك شور. طب خلي بالك الخاصيه دي مش في كل البرامج. يعني مثلا تعال نشوف البرنامج ده. البرنامج ده شركه عملته وما كلفتش نفسها ان هي تختمه من ايه؟ من دي. عشان كده لو وقفت عليه رايت كليك عليه مش هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ فالبرنامج ده على مسؤوليتك. ممكن يكون هو فعلا البرنامج اللي الشركه عاملاه، ممكن يكون حد هاكر عامله، على مسؤوليتك. طبعا اكيد البرامج المحترمه بتبقى ايه؟ سايند، معمول لها ديجيتال سيجنتشر. تعالى مثلا نشوف برنامج زي مثلا انتي فايروس، مثلا كاسبر مثلا. تعالى كده على الفايل ده رايت كليك عليه بروبرتيز، اكيد ديجيتال سيجنتشر. طالما وقفت هنا بيقول لي ان السيجنتشر از اوكي، يبقى انا اتاكدت النسخه دي مش ملعوب فيها، مش مزروع فيها حاجه. لا ده هنا بيقول لك ايه، هي ايشود باي كاسبرسكي لاب،
واضح ان انا ما بثقش في كاسبيرسكي لاب ده، يبقى لا انا كده مش امان ان انا اثق. نشوف مثلا ايه، نشوف اول واحده. نشوف ده مثلا هو على خلاص اتفهمت يعني الايه. ها الفكره ان انت لازم تتاكد من البرنامج، من الايه، من السيجنتشر بتاعك. كمان راعي لما تيجي تحمل برامج تحملها من مواقع تراستد. انا ممكن احمل برنامج من موقع ويطلع البرنامج ده واحد هو اللي زرعه في الموقع ده ولاعب فيه، ولما يتسطب عندك يخرب لك يبوظ لك الدنيا. ممكن يكون فيروس وممكن يكون برنامج مش فيروس، بس يعني مثلا بص برنامج، انا مش دلوقتي بتحكم في الاجهزه بتاعتكم ازاي. برنامج اسمه نت سبورت، انا مسطبه عندي اهو تمام، ومسطبه على اجهزتكم. سؤال، هل وانا بسطب النت سبورت على الاجهزه بتاعتكم الانتي فيروس قال لي لا ده فيروس مش هخليك تسطبه؟ ما قاليش ده فيروس. ده برنامج عادي بس بيستخدم للتحكم في الاجهزه. طب ما انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل موقع واحط عليه برنامج تمام، البرنامج ده اوفيس مثلا، وازرع جواه ان ده لما يتسطب ينزل معاه كمان برنامج ايه؟ النت سبورت معايا، ما انا لعبت في الباكج بتاعت الاوفيس. فلما انت تسطبه عندك ينزل عندك معاه النت سبورت، فيخليني اعرف اتحكم في ايه؟ في جهازك. وصلت؟ فمش شرط يبقى فيروس. ايه اللي يضمن لي بقى ان البرنامج مش ملعوب فيه؟ الديجيتال سيجنتشر. ولما تيجي تحمل برامج تحملها من مواقع تراستد. يعني في موقع مشهور مثلا اسمه سوفت بيديا، اول ما يفتح في موقع اسمه سوفت بيديا. الموقع ده مشهور جدا، البرامج اللي عليه تراستد وما تقلقش مش هتلاقيها ملعوب فيها. ايه لا البرامج اللي عليه فري، ولو في برامج بفلوس هتلاقيه حاطط لك منها النسخه من غير سيريال، من غير كلاك، انت بقى تجربه، وعايز تشتريه اشتريه بقى من الشركه بتاعته. فانت راعي ان انت ما تحملش برامج من مواقع مجهوله، والا استحمل بقى اللي ممكن ايه يجرى. سوفت بيديا، بس لو النت ضايع خالص كنت فتحته. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ نبدا ان شاء الله المره الجايه بالكمبيوتر سكيورتي.